صباح الخير والجمال على مشاهدينا ومشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم في أولى حلقات برنامجكم الجديد، أول بداية على قناتنا المفضلة قناة الصحة والجمال. في البداية اسمحوا لي أرحب بصديقتي الإعلامية في البرنامج الأستاذة عزة حسين. صباح الخير يا عزة. صباح الخير يا إسلام. طبعا حبينا نبدأ أول حلقة النهاردة بفقرة من فقرات المواهب، الطلاقة اللغوية أو عموما كما هو معروف باللغة العادية بتاعتنا اللي هو الشعر، من أهم المواهب اللي ربنا بيديها للإنسان، بس الأهم من الموهبة الاستغلال الأمثل للموهبة، ومش معنى أن أنا عندي موهبة يبقى أنا لازم أمارسها في سن معين. الموهبة دايما لها ملهاش أي حدود وملهاش أي سن معين. لذلك يسعدني أن يكون معنا النهاردة الشاعر الجميل ابن من أبناء محافظة البقاهلية وبالتحديد مركز ديكرنس الأستاذ أحمد سماحة. الشاعر الجميل شرفتنا أستاذ أحمد. صباح الخير يا فندم. صباح الفل يا باشا. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الفل يا باشا. من إمتى حضرتك بدأت تنتبه بموهبتك في الشعر؟ والله هي كانت معايا من الصغر. أيوة. بس أنا ما كانش في فرصة أنميها لانشغالي. أيوة. فلما طلعت على المعاش بدات انمي الموهبه تاني لان بقى في وقت. هي دايما فندم محافظه البقاهليه دايما بتخرج مواهب نجوم دايما ومواهب. الله يخليك ويبارك فيك. الله يصلح حالك. طيب كده عايزين نبدا كده بقصيده حضرتك، كده نبدا بقى الفقره بتاعتنا. ماشي يا باشا. نبدا. عنوانها اشكي همي. اشكي لمين همي واقول لمين يفهمني، افضفض جوايا انا من احزان يا قلبي عشان ارتاح واعيش في امان وانت جنبي، واقول لمين الحقيقه بقى لما قلبي داب واشتكى، حقي ضايع يا قلبي من زمان واحترت ادور عليه في كل مكان، اشوف مين يا قلبي يجيب حقي ويجي منها اوام لحد عندي، عشان فيه كلام كبير عندي بسمعه وله تاثير في قلبي بيوجعه، ده صعب ينقال ليا بالموال حتى لو كان فيه بينا وصال، لو اتقال هيغير المشاعر عندي ويخلي في حرب دايما ضدي، يبقى نتصارح مع بعض ازاي وبالوعد بينا نتسامح في الغلط ازاي، لو كان غلطك فيا يا قلبي كبير ناخد عهد عليك مرسوم بشدة وضمير، عشان ما عادش يتكرر أبدا وتتباهي بيه وتموتي قلبي بحرقة وتبقي قاسية عليه، ليه تحطي نفسك في الغلط على طول وانت تقدر تفاديه بالحب مهما العزول يقول، اشكي همي لمين اشكي همي لمين بقى يا قلبي، اشكي لربك اقرب لك مني اشكي. دي واحده جميله فنانة. تحس ان هي مياله على عاطفيها كده على شويه حزن. اشكي لمين؟ طيب امتى اول قصيده بقى حضرتك كتبتها؟ ما هي دي اول قصيده كتبتها خالص. عشان كده اول ما بدات بقى حضرتك بدات معانا. بس والله بجد جميله قوي. تمام. طيب ايه القصائد اللي حضرتك يعني اقرب القصائد لحضرتك اللي انت دايما بتلاقي فيها شخصيه الاستاذ احمد سماحه؟ والله هي القصائد كتير وكل واحده ولها معنى. تمام. كل واحده ولها معنى ولها لون طبعا حسب الحاله النفسيه، حسب ما بحس الوضع. تمام. بعبر عنه. ده نظامي في كتابه الشعر او الاغاني، كل ما احس موقف بقدر اعبر عنه. يعني وانت فرحان اعبر عن الفرحه، وانت حزين لو ابني حتى زعلان بعبر عن زعله. لو انا عاوز مثلا اعمل له حاجه مش قادر بعبر وببكي. ايوه. ده نظام الشعر. طب ممكن تقول لنا حاجه؟ انا اقول لك حاجه، هقول لك قصيده. اقول لك قصيده عن الغدر ولا اقول لك قصيده عن الحب؟ خلينا في الغدر كده. الحب في الحب. خلينا في الغدر الاول. الحب الاول. ليه الغدر؟ دايما خلينا في عنيف شويه. لا خلينا في الحب. الحب الاول زمان. اتفضل. خلاص اللي سالكم. ماشي. عنوان قصيده بتقول الحب عمره ما يتنسى، ياللي جمالك فاق الحد، سحر عينيك ملهوش حد، قلبي عشانك حن وجالك ومشتاق لجمالك من زمان، وحلو كلامك مهما كان، ده جمالك شال من عين النوم ولما راح يا عينيا قلبي شايلني الهموم، لما ابص في عيونك يا عمري من جمالها بتوه واسرح سنين، وقلبي عشانك ترمي الفرحه ومش داري هو فين، جمالك يا عمري لفت نظري ونظر الناس، خلى الغاوي يضحي عشانك بالمال والاحساس، يا قمر اعملي فيا معروف وقربي معادك وبطلي كسوف، انت بقيت الغاليه عندي وعشانك يا عمري ضحي وعشانك يا قمر ضحيت بعمري، حب ليك يا عمره يا عمري غالي وطريقه لقلبك دايما خالي، عايز اسكن يا عمري لوحدي فيه ومحدش يشغلك عني وشاركني فيه، لسه هعمل ايه بقى يا عمري في العمر اللي ضاع وسابني،
لسه هعمل يا عمري عليه حداد، ما هو ضاع واحنا عن بعض بعاد، ما كل شيء يا قلبي راح وانتهى، الا حب ليك عمري ما يتنسى، ده عمره ما يتنسى يا عمري. جميلة الزحمه، على فكره الزحمه ده انا واخد القصيده ده عشان تنفعني، انا هقرا منها واقول، انا ما بعرفش اقول بصراحه، انا هقرا منها واقول القصيده ده تنفعني. ماشي، لا بجد جميله. اتفضل بقى عرفنا بتاعت الغدر اللي انا عايز اسمعها. ماشي اتفضل. اللي هي روحي يا غدار برضه. ايوه. بتقول ايه بقى؟ بتقول ايه بقى؟ اتفضل. شايف الغدر باين في عينيكي ومش مصدق عينيا يا روحي عليكي، عشان بحبك من زمان وخايف ابقى في بعدك ندمان، انت ازاي تسيبي بيتك وتخونيه وتروحي للعاشق فين وتدوري عليه، خلاص ما عادش ليكي مكان في قلبي ولا ليكي امان على حياتي عندي، كان صعب عليا غدرك شال من قلبي الحنيه بعدك، خلاص بكيتي على خلاص بكيت على حظي معاكي، خلاني بكيت على حظي معاكي وبقى وبنعي همي وأسايا من وراكي، من اللي حصل كله خلاني غيرت رأيي وابتديت أفكر في اللي اتقال وعليها لومك يا قلبي، أنا اللي أنا شايفه بوضوح اللي بتعمليه غير مسموح، قلبي من اللي شافه منك بقى مجروح، غيري نفسك واللي في بالك وخليه يروح، مين يا قلبي هيدفع الثمن، أنا ولا أنتي ولا الزمن، هسيبك تروحي بعيد عني وانسى جروحي منك وربنا يعوضني، روحي يا غداره للي عايزك، روحي للخاين اللي زيك، روحي. جميله يعني كلام حضرتك متنوع ما بين الحب والغدر في نفس الوقت، بس في نطاق الحب برضه. اتفضلي. طيب ازاي حضرتك بقى بتشتغل على نفسك في مجال الشعر؟ وهل شاركت في ندوات شعريه ولا لا؟ حضرتك ازاي بتشتغل على نفسك في مجال الشعر؟ وحضرتك حضرت ندوات شعريه ولا لا؟ ما حضرتش حاجه ولا بسمع لاي حد. لا بس ما شاء الله شعرك جميل قوي. لا بسمع، بصي، لا بسمع الشعر ولا بكتب ولا بقرا الشعر ولا بسمع شعراء. ما بتروحش ندوات يعني ولا بروح اي حد. انا ده مني مع ان شعرك جميل قوي. يا حضرتك هي القصد ان انت ما شاركتش بيه مثلا في اي مسابقات؟ لا ده شعر بتاعك بتكتبه مثلا لرغبه حضرتك بس، يعني مش برغبتك ولا لرغبتك بس، مش برغبتي، لان انا مثلا بس حرام ان انت تدفن موهبه دي زي دي يعني. والله ده احنا بنقولها. لا والله هو القصيده بتاعت الحب دي تنفع الواحد لما يجي يلازم، وبتاعت الغدر عشان لو رفضت ناخد القصيده. طيب تمام اسمع دي رخص. اتفضل يا فندم. القصيده دي بقى بعنوان ايه عشان انا مش راجعاله برضو؟ ده صعب قوي، ده في خناقه بقى، ده خلي بالك من دي. بناديك يا ربي بناديك ترحمني من حبيبي اللي بحبه وسهرني، سهرني حبيبي ايام وليالي كتيره وسابني لوحدي تايهه من الحيره، حبيبي خد مني قلبي وراح وسابني ولا جاني في اللي راح، حبيبي بيفكرها يعني شطاره لما يسيبني واقفه محتاره، ده يبقى ضعف منه اكيد، اسيبه انا وابعد عنه في جديد يروح، في جديد يروح، يروح حبيبي بعيد عني لحاله، انا في السعاده مش مرتاح له، حبيبي اللي مني اللي مني وهني وسابني تايهة في همي، أنا كنت بحبه يا ناس بإخلاص لكن هو بعني بالرخيص يا ناس، أنا سبته يا قلبي خلاص، أرحم لي من كلام الناس، أرحم لي من عذابه والضياع، أرحم لي من عذابه والضياع وخسارة عمري اللي عشانه ضاع، في عناد ومرار وظنوا فيا باستمرار، هو يا قلبي ما عندوش إحساس عشان كده أنا سبته خلاص، أنا مش مرتحاله يا ربي، أنا مش راجعاله يا قلبي، أنا سبته يا قلبي خلاص. ده كلام جميل جدا. والله بجد بجد والله. اسمع دي. لسه بقيتها؟ اسمع دي بعنوان داوي رمشي، داوي رمشي. سايبني في جروحي وألمي ليه؟ وهتروح فين يا قلبي الحبيبي وتلاقيه؟ قبل ما تروح وتمشي وديني للطبيب ويمشي، يداوي قلبي ورمشي واطمن عليا وامشي. رد الطبيب وقال لي دواكي مش عندي، عندي حبيبك الطيب اللي جابك عنده قريب، تعامله معاك يبقى رقة ودواكي عنده في الشقة، من نظرات جميلة وهمسات وكلام حلو وابتسامات، يخلي قلبك يفوق من الأهات ويرجعك شباب تاني في العشرينات، بكده شفاك الله يا عمري تمام وقلبي من فرحته مش هينام، امشي بقى طبيعية معاه، امشي بقى طبيعية معاه
وحبد حبيبك شوية في دنياه، عوضيه عن الماضي الحزين، وما تخليش قلبه فاضي من الحنين، روحي لحبيبك يمكن تلاقيه ودواكي عنده وكان نسيه، روحي بقى بوسي ايديه وخدي دواكي من عينيه، روحي. طيب استاذ احمد، قبل ما نخش بقى في قصايد ثانيه، انا ملاحظ ان الكلام بتاع حضرتك كلام كله ساجع وكلام يعني زي ما بنقول كده بالعاميه ان الكلام ماشي مع بعض. طبعا. طيب حضرتك اكتسبت ان الساجع ده يجي ازاي؟ لان انا اعرف ان الساجع ده لازم تتعلمه له اصول. يا باشا دي موهبه داخلي، الكلام بيجي لوحده، ما بقعد لوحدي بيجي الكلام لوحده. دي ده الكلام نفسه حتى الكلام ماشي مع بعضه. أيوة. ان يعني زي ما يكون دارس ساجع ويعني القافيات وقفله الوزن والوزن برضه واخد بكروس تجاره. طب احنا نتعرف بحضرتك برضه. عرفنا بحضرتك. عرفنا بحضرتك. لا ده اتعرف بحضرتك اكتر بقى، نحب نتعرف بقى على شخص حضرتك اكتر. يعني مش درس ثانويه عامه ودرس بكروس تجاره، مش كل اللي دارسين ثانويه عامه. وهي موهبه بقى. هي موهبه يعني، هو كل واحد مثلا بيقرا وبيكتب او كده عنده استعداد يعمل زي ما انا بعمل؟ لا طبعا، ده احساس. الشعر دي داخلي، الشعراء تتلاقيهم حسوا مرهف. هو دايما اي الشعر هو اللي اكتر حسوا مرهف عن البشر. طب ايه الوقت بقى اللي بيطلع فيه بقى كل الشعر؟ والله ما بيكون مبسوط ولا ما بيكون زعلان؟ شوفي والله الوقت احيانا اما اكون مثلا زعلان من حاجه تتلاقيني بكتب شعر فظيع، يعني احسن ما يكون مبسوط. يعني احسن ما يكون مبسوط تتلاقيني بكتب شعر فريحي قوي. بس قصة يعني الغدر دي مكتوبة في وقت صعب يعني. طيب شوف القصيدة دي اللي هي عنوانها بتقول إيه؟ حبيبي ما شافش غيري، حبيبي ما شافش غيري، اسمع. عنوانها بقى يعني أنت تفكر إن هي جاية من واحد تاني، بس هي ديت اللي أنا حاسسها وأنا قاعد قدام من المراية وحاسسها وبقولها. هي ده إحساس حضرتك أنت؟ دي إحساس. هذه بتكتب حضرتك بقى وأنت على طول؟ دي إحساس بقوله على طول. مرايتي قولي لي يا مرايتي، حبيبي ما جاش لي دلوقتي، هو حبيبي كان سهران وما نامش، ولا انا مش قد المقام وامشي؟ افهم، شوف الكلام. ولا هو تاه عن عنواني، ولا سابني وراح على باب تاني؟ قولي لي يا مرايتي اعمل ايه دلوقتي، حبيبي سابني وحيده وانا في انتظاره، كان نفسي يسكن قلبه يبقى داره، حبيبي نساني حب معاه وفكرني بجروحي، خلانا الصعب عليه والصعب على روحي، واقول لحبيبي تعالى شوفني دلوقتي قبل ما اتزوق والبس وتشوفني مرايتي، وشوف راي حبيبي فيا ايه، ويقولوا بصراحه وانا قدام عينيه، عايز اعرف يا قلبي بختي ان كان شاريني ولا بياني، ده رايه يا قلبي فيا مطلوب، احدد مصيري عليه وارجع للمكتوب، يرضى حبيبي بحلاوته ومراري، ولا يسيبني امشي واروح لحالي، شايفه نفسي رقه وجمال مش على حد، وحبيبي اللي بحبه ساكن في قلبي بجد، وعشان انا اموره وحلوه بجد، حبيبي ما شافش غيري ولا شاف حد، حبيبي الله ما شافش حد. الله الزحمه. لا بجد القصيده ديت فكرتني بالشاعر جبران خليل جبران، لما كان بيسال برضه بينجي الصخره بتاعته برضه في قصيده نفس القصيده دي. يعني انت حضرتك دلوقتي بتناجي المرايه بتاعتك او بتتكلم مع المرايه؟ هي بتكلمني، انا بكلمها. او انت الحوار داير ان انت بتتكلم مع مرايه. كان برضه الشاعر جبران خليل جبران في القصيده في الشعر درستها انا في الثانويه بالمناسبه، كان بيقول برضه سالتك يا صخره الملتقى متى يجمع الظهر ما فرق. اي طبعا، ما هو الشعر لازم يبقى كده، لازم يعني المناجاه ودايما الاحساس، المناجاه وجو البحر. بيكلم حاجه عشان تقول له حاجه، بيكلم حاجه عشان ترد عليه تقول له حاجه، هي كده. طب انت ايه طموح حضرتك في مجال الشعر يا فندم؟ ايه اللي ايه مثلا الافكار اللي عند حضرتك نطور بها مثلا مجال الشعر، او نهتم ازاي بالشعراء؟ يعني ايه الافكار اللي ممكن في حضرتك بتفكر فيها ان احنا ازاي نهتم بالمواهب ونهتم بالمواهب سواء صغيره او كبيره في مجال الشعر؟ يعني في افكار في دماغك معينه مثلا عايز حابب ان انت توصلها او تقولها؟ والله الشاعر عاوز يوصل يعني يوصل كلماته، يعني من خلال نعمل مثلا ندوات في المراكز الثقافيه في كل محافظه. اتفضل. هو الشاعر عاوز يوصل كلماته باي شكل وعلى حسب امكانياته. طبعا واخد بالك معايا؟ يعني الشاعر عاوز يوصل الكلمات بتاعته باي طريقه وحسب امكانيات الشاعر. افرض هو ما حلتوش حاجه مش هيقدر يوصل لحاجه، افرض هو معاه فك هيقدر يوصل لحاجه. هي الحياه كده. ممكن يوصل يا فندم في ندوات شعريه او حاجات من دي بين ما حدش بيكتشف، واللي بيكتشف بيغمض. ممكن اهتمام بالباب ندوات شعريه في المراكز الثقافيه في كل محافظه وكلام من ده يبقى فيه. حضرتك يا فندم ممكن برضو تكون بتكتب اغاني او حاجات زي كده ولا؟ ما هي دي اغاني، دي كلها كلام يتاخد منها اغاني، دي كلها تتغنى. هقول لك اغنيه اهو دلوقتي
بس القصائد دي كلها واضحه يا فندم ان هي كلها في مجال الحب، في الحب والغدر حضرتك فيه فيه في قصيده في اغنيه هي اقولها لك شبيهه باغنيه شبيهه باغنيه نجاه، بس دي حاجه ودي حاجه. تمام. النسمه اسمها موكب فرحي، نجاه اسمها موكب حب. ماشي، خلي بالك معايا دي موكب فرحي بقى. حبيبي ده موكب فرحي يا حبيبي، في حب وفرحه ودلع لحبيبي، فيه طبل ورقص ومواويل، وانا وانت بنغني يا ليل، دي احلى لحظه عشناها سوا انا وانت والحبايب على الهوا، قلبي من فرحته دق عشانك اغلى دقه، وانا وانت رقصنا احلى رقص على الدقه، وبغني لك يا حبيبي احلى غنوه الوقت اللي كنت بغنيها لك في الخلوه من قلبي، ده موكب فرحنا يا حبيبي عايم على بحر من الحنان، اسقيني منه كاس يرويني ويخليني اعيش معاك في امان، واخليني معاك في امان حبيبي، بحبك ومش مصدق عيوني ان انت جنبي يا نور عيوني، حبيبي الكل برقص ويغني من حلاوه الفرحه عشاني، والفرحه في السهره مش سيعاني وكبيره وعايزه ليالي وعايزه ليالي، حبيبي محدش قادر يفهمني ولا في حد سامع للتاني، لا انا ولا انت ولا اهلي عارفين نسيطر، موكب فرحنا كبير وحياتنا فيه غاليه ما تتقدر، وحبيبي في اخر السهره قام معايا ولبسني الطرحه، دي احلى ليله عندي عشان حبيب قلبي وعينيا جنبي في موكب فرحي يا قلبي. لا الله بجد جميله قوي، عشانها تنفعني بصراحه. اه حلوه قوي بجد، انا حاسس ان القصيده هتنفعني تقريبا. انا هاخد منك القصيده. هو كلها خلي بالك خلي بالك الكلام ده كلام. لا ما انا بقول لحضرتك بص يعني لما تيجي تشوف يعني كلمه والفرحه في السهره مش سيعاني وكبيره وكبير، شوف بقول لك وكبيره وعايزه ليالي، يعني عاوزه اه يعني الفرحه جواها مش مقدره، عايزه كذا ليله مش على قد ليله واحده من الفرحه اللي هي حاسسها. كلهم عن الحب يا فندم ولا؟ اه لا واضح الاستاذ احمد في واحده ثانيه. كلهم عن الحب ولا انا ما بتكتبش الوان ثانيه يا استاذ احمد؟ لعلمك انا معايا كتير، بس انا معايا بره بقى هناك مش بس انا حاسس ان معظم الفقرات بتاعتك حضرتك الوقت كلها عن الحب وغدر الحبيب. يا باشا الحب والغدر والزعل اهو بجد، هي حلقه رومانسيه قوي. حلقه رومانسيه قوي والله بجد، حلقه. طب اسمع الحته دي الاغنيه دي كده بتقول ايه؟ قلبي قلبي يدفع الثمن، دي عنوانها. بتقول ايه؟ حبيبي راح مني وما جاش، وقلبي من خوفه عليه ما نيمناش، الزمن يا قلبي بحاسبني عليه ويقول له سبته راح منك ليه، يا قلبي ادفع الثمن اللي يناسبني وخلي الزمن اوام يسيبني، ما تخلينيش يا حبيبي في حيره وقلق، ولا تخلي قلبي عشانك يتحرق، يا خساره على الزمن اللي ما ساعدنيش وخلى حبيبي راح مني وما جانيش، الزمن ساعد غيري وحقق اماله وسابني وحيده افكر في حاله، كنت بتمنى حبيبي يملى عليا حياتي هنا وسرور وحب حتى لحظه مماتي، وعشان القدر يا حبيبي مش معايا ولا عليا باقي، خلى شبابي ضع هدر ولا حقق ليا ذاتي، يا قلبي انا انظلمت في الدنيا والندم مش هيفيد، والعمر عدى في ثانيه ومفيش له تجديد، كان نفسي أعيش زي باقي البشر أتمتع بحياتي وأعيش ويا حبيبي قمر، يا خسارة يا حبيبي ما لقيتش حيلة عدت، يا خسارة يا حبيبي ما لقيتش حيلة عدت حتى جدت، حتى فرصة العتاب راحت وعدت، وعدى العمر ويا الزمن خلى قلبي يدفع الثمن، ادفع الثمن. القصيده دي بجد قصايد جميله قوي. حضرتك واضح ان كاتب قصايد، احنا عايزينك تقعد تقول مش عايزين نتكلم بصراحه. اما انا بقول لك عايزينك تفضل تقول مش عايزين نتكلم بجد من كتر ما هم جمال بصراحه. لا والله. طب اسمع دي بقى، دي بتقول ايه؟ عمري ما احتار، انا كنت بحبك موت يا حبيبي، ولما هنتني ضاع حبك من ايدي وجالي بعدك حبيب تاني. كلام الاستاذ احمد كلام كلام كله عن الحب كده، وكلام يعني بصراحه يديك احساس وانطباعات فعلا، إيه ان انت يخليك تحب الشعر وانت قاعد. انا عن نفسي بصراحه حبيت مجال الشعر والله. إيه تفضل يا استاذ احمد كمل. بتقول ايه بقى الاغنيه؟ انا كنت بحبك موت يا حبيبي، ولما هنتني ضاع حبك من ايدي وجالي بعدك حبيب تاني، خدني من ايدي ووداني، ودق حبيبي على بابي انفتح له قلبي لما جاني، سكن حبيبي فيه وانقفل الباب عليه، وبقت قدامه إنسانة جديدة، وعرفت الحب معاه والتنهيدة،
بقول لك ايه يا حبيبي، فكر وانت على عيني، فكر يا حبيبي، فكر فيا يا حبيبي براحتك، واعرف هتكون فين مصلحتك. انا 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 عم انا عموما مش هحتار في امرك، انا عموما مش هحتار في امرك، واغلب في حبي معاك يا حبيبي وحيلك. انا هسيب امري يا حبيبي للواحد الجبار، يدبر الامر عشاني ويبعدنا عن النار. عمري ما احتار في حبي معاك عمري، عشان فوضت امري يا حبيبي وياك تربي. عمري ما احتار عمري. خدها يا عم. انا طب اسمع دي، اسمع دي اغنيه برضو ولا ايوه حته كده بس ايه تلحق عليها. ماشي. ايه بتقول ايه؟ روح منك لله. يا نهار ابيض. الوان هاخدها برضو مع الغدر بعد كده معانا الغدر. بص يا سيد بتقول ايه؟ اه منك يا حرامي يا سراق القلوب، سرقت قلبي مني وترجع تتوب، تخليني امشي من غير قلبي ليه؟ هو انا يعني عملت ذنب فيه؟ ليه يا قلبي انا محظوظه بالهم، عشان حبيبي شال من قلب الدم. لما راح دمي يا حبيبي، لما دمي راح، لما دمي يا حبيبي راح، بقيت في مرار وجراح. طب اعمل ايه في بختي حبيبي؟ ما لقاش الا انا يا اختي. تعالى يا حبيبي بقى ورجع قلبي، عشان اعيش معاك واتهنى بحبي، واقول لكل الناس وجيراني حبيبي جالي يغير زماني، ويرجع قلبي المسروق تاني، ويغير حياتي للشغل الاماني. ده يا حبيبي يبقى كلام معقول، ولا كلام يدخل العقول؟ ده بعني بالرخيص وضيع بختي، وخلاني بكيت على حظي يا اختي، وكل ده حصل من غير ذنب، وسابني حبيبي مرميه في جنب. اعمل ايه يا ناس في بختي؟ ملقاش حبيبي الا انا يضيع بختي. انا شكاه لله، روح منك لله روح. ده هو كده تقريبا راح. احنا عايزين، انا عايز اعرف حضرتك القصيده دي اتكتبت في انهي مناسبه، لان انت حضرتك دلوقتي قلت انا بتكلم في القصيد في المناسبه. انا عايز اعرف مناسبه القصيده. لما بتكون زعلان مثلا بتطلع حاجه، لما بتكون فرحان دلوقتي بتطلع. دلوقتي كلمتيني وقلت لي ان القصيد في المناسبه، كل حاجه لها وقتها. طيب انا عايز اعرف وقت روحي منك لله دي. ها؟ عايز اعرف روحي منك لله دي كانت في مشكله. ما هي سنة قلبه مشت. كانت في مشكله ولا ما هي سنة قلبه مشت. كانت مشكله. يعني ما فيش اي قصه معينه ولا قصيده نسمعها منك على هواء الزحمه. من ناحيه كل حاجه موجوده، بس ما نقدرش نقول كل حاجه. اه صح. اه ما نقدرش نقول كل حاجه. صح. فاهمين. صح الكلام ولا ايه؟ فاهمين. لا والله بجد ما نقدرش نقول كل حاجه. طيب حضرتك ايه المواهب الثانيه بقى اللي عند حضرتك؟ احنا انت دلوقتي كلمتني برضه قبل الهوا وعرفتني ان في مواهب ثانيه عند حضرتك. نحب نعرفها من حضرتك برضه. ايوه بس انا ما بتقنش دلوقتي بس بالشعر. اه بس عموما يعني انت قلت لي بتحب رسم البورتريه. كنت بحب ارسم. خدت بالك؟ بورتريهات ولا لوحات زيتيه؟ لا الشخصيه قدامي. بورتريه. يعني انت قدامي كده ارسم. بورتريه. خدت بالك؟ ممكن بكتب خط جميل. الخط العربي. اه بس بقى سبت الكلام ده واتجهت لايه؟ يعني حابب مجال الشعر اكتر. عشان انت حابب مجال الشعر حبيته اكتر. يعني هو مجال الشعر بصراحه الشعر كده كمان بالقصايد ديت. لا بس بجد والله القصايد دي جميله قوي. اسمع الاغنيه دي كده. ادينا حضرتك اسمع. احنا مش عايزين نتكلم بصراحه، عايزينك انت اللي تفضل تقول بصراحه. اغنيه بتقول ايه بقى؟ اللي هي صدقيني. تمام. انا بحبك قوي يا روحي، وانت سايباني في جروحي، ومهما العوازل تقول لك روحي، انت في قلبي مطروحي. صدقيني حبك في قلبي ساكن، وانت نسياني في كل الاماكن. انا مش قادر اسيطر على حبي معاكي، قلبك كان اكبر وتايه فيه وحيرني هواكي. من نظره عينيكي ليا توهت افكاري، خلتني احترت اقولك ايه يا عمري تعالي. سبت بيتك والبلد من زمان، وغيرت عنوانك ونسيت اللي اتولد كمان. طب لسه ايه تاني تعمليه وتخليني اندم وابقى حيران عليه؟ يا روحي خليكي هنا معايا، تبقي جوه قلبي وكفايه. صدقيني انا بيكي فرحان، طول ما انت عتيالي الامان. صدقيني. احنا بصراحه يا استاذ احمد بجد انا احنا سعداء جدا بالقصائد بتاعت حضرتك دي، وبجد شعر جميل جدا بجد. الله يخليك. يعني والله انا بجد يعني استمتعت، وبالذات القصيده بتاعت الغدر وروحي منك لله. انا بجد فقره ممتعه والله بجد. لا انا هاخد الغدر وروحي منك لله دي. لا بلاش الغدر ليه؟ حرام. لا انا هاخد الغدر ليه؟ بلاش غدر. لا انا بحب اللي العنف شويه فانا. لا بلاش غدر. غدر ايه؟ انا هاخد انا كل قصايد الحب. خليهم في الغدر. ما عشان النهارده خاطر برضه، النهارده عيد ميلاد الاستاذ عز النهارده، فمناسبه عيد ميلادها. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. كل سنه طيبه مناسبه عيد ميلادي. كل سنه طيبه يا قبل. وحضرتك طيبه. نسمع من قصيده من حضرتك قصيده الختام بقى. قصيده نختم بيها. اجيب لك قصيده بقى الختام. عن الحب بقى، حاجه عن الحب.
حاجة عن الحب قصيدة سريعة بلاش بدر بس سريعة عن سريعة؟ عن ختام بس طيب حاجة سريعة عن نختم بيها اسمها بيه. حبيبي يا نبض قلبي حبيبي يا ربيع عمري ما نمتش يا حبيبي ليلة عشانك من الليالي طول ما انت غايب وبعيد عن عيني يا غالي خليت دموعي اشتكت مني طول غيابك لعيون حبيبي من سهر الليالي عشانك وراحت دموعي ترد على جيراني وتقول حبيبي ما سألش فيه ولا جاني نفسي يا حبيبي أرد اعتباري وابعد المر عن داري وجاري وأجيب حقي أنا بنفسي من حبيبي اللي سهرني بس يا خسارة أسود حبه رجع التاني خلتنا نساه وحاول أفكر في حب تاني حبيبي عرف كل الحكاية وسابني وراح من وراي قفل عليا الباب قفل عليا الباب أوام وقال سلام يا أحباب سلام حبيبي أنا ما أقدرش أبعد عنك يوم سيبني أعيش وخلي العشرة تدوم حبيبي بحق كل ذكرى جميلة عشناها سوا وبحق حبنا الأصيل وابتسامنا للهوى ما أقدرش أستغنى عنك يا حبيبي لحظة ده انت عمري كله وحياة العطرة ما اقدرش شكرا يا استاذ احمد ونشكرك جدا على القصيده الجميله دي ونتمنى لحضرتك التوفيق الله يخليكم وهنخرج فاصل وراجعين انتظرونا